sable à faire rougir les putains de la rade. Bonsoir à toutes et à tous, c'était Anne Leclerc et Michel Sardou, je vais t'aimer, très très belle chanson. C'était lors du Star Academy, bien sûr. Comme je suis sur ma page Facebook, le 16 avril 2024, je suis désolé pour ce retard, parce que quand des matchs, comme vous avez vu, il y a plusieurs matchs que j'ai suivis, mais bien le match de Dortmund, avec le vraiment dans tout le monde s'est qualifié que oui on a battu Paris Saint-Germain qui s'est qualifié aux dépens de Barcelone malgré qu'ils ont été menés au score ils sont revenus et ils se sont qualifiés par 4-1 donc avec comme ça Paris Saint-Germain donc Inch'Allah, la demi-finale, Inch'Allah, qui va opposer Paris Saint-Germain avec Dortmund. J'ai choisi de parler de la question de الجزائر اللي مازالوا هذ الناس اللي سيروا في البلاد يعني الله يهديهم إن شاء الله مش هنقول لكم من
حنايا كنتكلموا يوليو يقولوا لنا بلي نتوما راكم تشتيوش الوطن وانتوما راكم ضد الدوله وانتوما راكم ما نعرف واش هو ضد جون سي با كوا. حنا ما ضد حتى واحد، مي سامبلومون نحبوا برك نقولوا بلي بلادنا ما تستاهلش كيما هكا، والله ما تستاهل كيما هكا. هذه القضية اللي صارت هو ان يعني صارت قضية عندنا هنا في الجزائر عمرها ما تصار في العالم، في العالم ما تصارش، في العالم الساعة دركا يرحم والديكم يرحم والديكم. انا راح نتكلم لكم دركا لو كان تشوفوا قضية كيما هذه صارت في عند العرب في افريقيا في 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 الاوكسيدون في الاوروب في جهنم في ما على باليش انا في الجنة، قولوا لي هاي صارت امبوسيبل تصار، امبوسيبل تصار صرا عندنا هنا في الجزائر. واش اللي هي؟ وين شفتوا يرحم باباكم؟ وين شفتوا واحد جزائري، جزائري انسان جزائري يجي مروح لبلادو فاكونس ولا يجي مروح باش يقعد ولا يجي مروح لبلادو، يجي مروح لبلادو يتحكم في المطار يولي يرفو ليه. عمركم شفتوا قضيه كيما هذه من فضلكم؟ اذا انا بالك اني ما نعرفش يا جماعه والله اسمحوا لي ساعات اني يمكن نحب نتكلم ونقول بالك اني غلط، بالك اني غلط. اسكو شفتوا واحد جزائري ولا مغربي ولا تونسي ولا فرنسي ولا ارجنتيني ولا امريكاني روح لبلاده يجي ناس في المطار اروح لهنا هات الباسبور نتاعك واش جيت دير منا دونك استنى تشوف اي رفولي يرجعوك منين جيت، يرجعوك منين جيت. يسقسيني واحد ويقول لي يا خويا السيد هذا بالك عنده دوبل ناسيوناليتي، دوبل ناسيوناليتي؟ لا ما عندوش دوبل ناسيوناليتي، السيد هذا عنده فرد ناسيوناليتي هي الجزائريه وما عندوش ناسيوناليتي اخرى من غير الجزائريه وما عندوش باسبور من غير باسبور جزائري. أيعقل أيعقل يا جماعة واحد جزائري يترفو من بلادو؟ أيعقل هذا؟ قولوا لي برك من فضلكم. هذا الشيء راكم ديروا فيه يا مسؤولين تاع الجزائر، انتوما تضحكوا في الناس على أرواحكم، هذه الأولى، تضحكوا في الناس على أرواحكم. السيد هذا الصحفي فريد عليلات كما قال واحد رامي جو لو سوتيان ما قالكم انا عارفوش واخدم في ليبرتي، انا خدمت في ليبرتي ما تلاقيتش به، جيت ترافاي حتى انا في ليبرتي، جيت ترافاي افيك لو سواد الجيري افيك ليبرتي افيك الوطن افيك كيف اسمه بزاف لو كوتيديان دوران افيك بليزيور جورنو، مي فريد عليلات خدم في ليبرتي ما تلاقيتش به انا ما خدمتش معاه. سيد دوكا يخدم في جون افريك في فرنسا، في جون افريك في فرنسا، جا لبلادو روح لبلادو ما على باليش زيارة زيارة ولا ما على باليش واش كاين ولا هنا ولا جاي جو سي با على واش جاي. على كل حال السوغا وفو اللي قال ارجع منين جيت، يهزوه في الطيارة اللي جات فيها يحكموا الساعة يسمعوه سوغ واحد هنا وشكون عطينا عطينا واش كاين في كيف اسمه في نتاعك في حلنا البورتابل نتاعك نشوفوه حل منا حل منا ومن بعد ايا اكسكوزي ارجعوا يعني سي نيمبورت كوا. يعني هذه الناس يضحكوا عليكم انتوما كمسؤولين وتجيو تجيبوا لنا مشاكل لبلادنا يظلوا يقولوا لنا انتوما ما تحترموش الناس وما تحترموش لي دروا دلوم وما تحترم ديجا عمي مليح وزيدوا الهواء والريح كما نقولوا حنا الشويه، حنا من بكري يحوسوا علينا بلي ما نحترموش لي دروا دلوم ونزيدوا كما قال واحد الطين بله. واحد السيد البارح سمعته يهضر صحفي حبيبنا على كل حال يتكلم ويقول وي شفت انا في جوجل وشفت في منا باللي فرنسي حتى هو جاي مروح فرنسا قالت له ما نحبوكش وكروند بريطاني كيف كيف جا واحد من كروند بريطاني قالوا له ما نحبوكش. راك غلط يا سيد الصحفي راك غلط. هاد الناس اللي قالت له فرنسا ما نحبكش ما تجيش عندي، هاد الناس عندهم دوبل ناسيوناليتي، دوبل ناسيوناليتي وما قالوا لو كان جيت عنده ناسيوناليتي تاعو دوريجين فرونسيز ما يقدروش يقولوا له ما تجي ما تدخلش فرنسا، ما يقدروش ما يقدروش. واحد عنده ناسيوناليتي فرونسيز دوريجين وعنده نوتر ناسيوناليتي الجيريان
هذا السيد هذا راح لفرنشتان ولا راح وين يروح، كيجي راجع يقولوا ما نحبوكش، ومن حقهم، من حقهم. علاش؟ باسكو عنده دوبل ناسيوناليتي. بصح لو كان يكون عنده ناسيوناليتي نتاعو دوريجين الاولى فرونسيز ما يقدروش يقولوا لا، مي كي ظهر عنده هو جزائري دوريجين وعنده ناسيوناليتي فرونسيز من حقهم يقولوا نو يا خويا ما نحبوكش، ما تسناش ما تسناش، حنا عطيناك ناسيوناليتي بار دوكري. انت رحت مع الارهابيين ولا رحت من رحت وجاي ترجع عندنا ما نحبوكش، اون لا روتيغ، يديروك دوكري، يديروك ديسيزيون، يجبدوها لك، ينحيوها لك. مي ما يقدروش ينحيو له لا ناسيوناليتي نتاعو دوريجين، ما ينحيها له حتى واحد، بيرسون بيرسون. ايماجينو غدوة هذا عمي تبون، عمي تبون، ايماجينو، غدوة يتنحى من الرئاسة، هاو قاعد في بلادو، غدوة يروح للمريكان ولا وين يروح، كيجي راجع يقولو سمح لنا عمي تبون ما كانش، ضحكوا يعني، هو الشي اللي يبكي موش اللي يضحك، مي والله نضحكوا يعني، والله العظيم ولينا نضحكوا، عمرها ما صرات، عمرها ما صرات. انجليزي قلت حق حق هذا الصحفي نتاعنا صاحبنا يقول باللي هو في غراند بريطاني كان واحد جا بشجع قال له ما ترجعش، هذاك اللي قال له ما ترجعش ما عندوش ناسيوناليتي دوريجين نتاعو بريطانيك، لا عنده ناسيوناليتي كما قال واحد نتاعو دوريجين امريكان ولا فرونسيز ولا الجيريان، وعنده ناسيوناليتي اخرى كيحب يجي بريطانيك كيحب يجي يدخل يقولوا ما نحبوكش ما تسناش، ما نحبوكش انت، ماش كنت انا صافي با دير كو انا دوكا جزائري دوريجين على جزائري انا غدوة ندي ناسيوناليتي بلج، ها لو كان نحب نروح لابيلجيك نرجع باش نروح لابيلجيك، لابيلجيك يقولو ما نحبوكش ما تسناش، ومن حقهم. وين نرجع؟ ايه نرجع لبلادي دوريجين جزائر، سي تو. كيما هذا عليلات فريد، عليلات فريد ما عندوش دوب ناسيوناليتي، ما عندوش ثلاثة، ما عندوش أربعة، عنده فرد وحدة جزائرية، عنده فرد وحده وعنده باسبور نتاعو، ما تقدرش تقولو ما نحبكش، ما تقدرش حتى ولو يكون صحافي يكون ميليتير يكون جنرال يكون واش يكون، روح لبلادو ما تقدرش تقولو ما تدخلش بلادك، اي صافي با هادي. دوك تشوفو من بعد واش يديرو علينا هادو لي زورغانيزاسيون دي دروا دلوم، واش يديرو علينا الناس هادو اللي تبعو في هاد الاحداث هادو ريبورتير سون فرونتيير، ويوليو ديك الساعه يزاكوز لالجيري دو تو لي مو كيما قال واحد. ما تصلحش يا خالتي، والله ما تصلح. البارح الصحفي هذا نتاعنا قالك وي سي فري السيد هذا يا خويا كش ما دار يا خويا ديه العداله، هذا ما كان ذكور. اذا السيد هذا كش ما عنده انتيسيدون، قتل واحد وهرب، سرق لكم الدراهم وراح، ضرب واحد، يا خويا ما كان حتى مشكل يجي كاين خويا انت مطلوب العداله نديوك العداله، العداله يا خويا تلاحظك في الحبس تحكم الحبس وتخرج، ما لاحظك في الحبس نسيبوك، مي ما تقدرش تلوفو ليه، حتى وراه جا ميسيون بعد، ايماجينو جا ميسيون قال خويا انت لا ميسيون جيت عليها تاع الصحافه تاع بعثوك جانا افريك هذو. احنا يا خويا ما نعطيهمش كيف اسمو الاعتماد، ها هذه الاولى، ما تخدمش يا خويا، بصح بلادك الله يسهل عليك، مي ما دير حتى خدمه يا خويا، بلادك تجعلها الله يسهل عليك، بصح باش دير خدمه ولا منا احنا منعوك دير خدمه تاعك، هكذا بدك تصح، بدك تصح، هذه هي، مي تقول له اروح نعاود نرفو ليك منين جيت، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، وين صرات هذه؟ والصحفي نتاعنا البارح اللي يتكلم غلط غلط، كي تقول باللي من حقهم من حقوه ما تحبوش لا الجزائر نتاعك، كيفاه الجزائر نتاعك؟ مالا نتا يا سي الصحفي نتايا غدوة صباح تحب ترجع لبلادك يقول لك ما ترجعش، مالا ما ترجعش علاه الجزائر شريتها ولا؟ انا نقدر نجي نكون انا رئيس نقدر نقول واحد جزائري ما تدخلش الجزائر، علاه نتاعي انا الجزائر؟ انا رئيس راني بور لانستون راني رئيس، بصح غدوة نكون مانيش رئيس نكون كي الناس الكل، مي جي با دروا باش نمنع انسان يروح لبلادو، الا في الجزائر اللي كاين هذا التعدي، هذا تعدي على حقوق الانسان اللي نسلكوها غاليه، اش راه تشوفوا نسلكوها غاليه، ديجا في ضربه هذا كورونا هذيك باش ترجع لبلادك، باش تجي لبلادك وانت في فرنسا ولا راك في الطاليان ولا راك في الاخر، لازم يسنيو عليك في المينيستير، في المينيستير باش ترجع لبلادك. وين صارت هذه يا حمي؟ الناس تخش بلاكارت نتاعها فرنسي
يروح للمريكان ولا يروح للانجليز ولا يروح للجزائر ولا منا كي يدخل لبلاده ما كان لا ينعت الباسبور نتاعو يجبد لاكارت نتاعو برك ينعت لاكارت نتاعو يفايت. حنا الباسبور ولاكارت والبيي نتاع التران والبيي نتاع لافيون والبيي نتاع البابور والبيي ما نعرف واش ومنا وما ندخلش وما ندخلش يعني سي نابورت كوا يعني والله. ومن بعد يقول لك كيفاه يكرهونا الناس وكيفاه الناس يديو يتهمونا وكيفاش الناس يقول لكم تحترموش يضروا ظلوم وكيفاش بيان سور يا جماعه يبي يبغى ما صرات ما تقدرش تقول لواحد عنده ناسيونيتي دوريجين نتاعو باكستاني تقول له ما تخرجش من باكستان ما تقدرش يا اخي ما تقدرش. سبحان الله العظيم عندك تنجم تقول له ما تخرجش بتاتر يكون واحد عنده واش يقولوا انتريكسيون دو كيتي التيريتوار علاش باسكو العداله تحتاجو ها يقولوا تقعد هنا ما تخرجش عادي حتى انت تعرف بالعداله وما تخرج على روحك هذه وي مي تخش ترجع لبلادك يحبسوك في المطار ما حبسوش في المطار تاع فرنسا هو جا فرنسا نتاع المطار تاع فرنسا جاي قال له وين رايح قال له مروح للجزائر قال له روح يوصل للجزائر اروح لهنا هاي معليش اسمعوه شافوه هات البورتابل تاعك حل الاورديناتور نتاعك شوف لنا هذه شوف لنا هذه واش درت هكذا واش درت هكذا واش درت هكذا هو يحسب يسمعوه ومن بعد تلقوه باسكو الراجل كيما قال لك جا دار حاجه يرجع ما دارش حتى حاجه ما دار والو جا يحب يدخل لبلادو كيفاش تمنعو يدخل لبلادو كيفاه يرحم باباكم فهموني برك فهموني وين هو القانون اللي يقول باللي رئيس الجمهوريه ولا النائب العام ولا وزير الدفاع ولا وزير العدل يمنع واحد باش يرجع لبلاد وهي عمرها ما صرات في التاريخ نتاع الدنيا يرحم مالكم اذا راني غلط ابعثوا لي كانش ان كا ابعثوا لي عندك كاينه حاجه هذه نجمونا نديروها انا بيجامبل نروح دركا وين نروح نروح للمريكان تبعوا مليح نروح للمريكان يعطيني ناسيوناليتي تاع ليزتازوني يعطيوها لي كي يعطيوها لي يقولوا لي خير اسكو تحكم للدوبل ولا دير غير تاع ليزتازوني انا نقول لهم نسامح في تاع الجزائر انا نسامح فيها كي نسامح في تاع الجزائر الوقت هذاك كي نحب نجي من هيت نجيب فيزا سي نورمال ما عنديش ماني جاب ما نجيش بيا جايه نجي هكا كاين فيزا كي نوصل للمطار هو بومدين عندي ديجا فيزا ونوصل يقول لي عندك فيزا هي اخويا ما تدخلش رفوليو ويرفولوني ونورمال هذي وي مي كيما السيد ما عنده لا ناسيوناليتي ما عنده لا حتى حاجة جاي مروح لبلاد يقولو ما تخش لبلادك افهموا نتوما افهموا نتوما يا جماعة افهموا هذا الشيء هذا سابورت بريجيديس للجزائر هذا الشيء هذا يضر بلادنا حنا ما نحبوش بلادنا تضر يقولون نتوما ما تحترموش القوانين تاع ايه عندكم قوانين ما تحترموهاش كيفاه راجل مروح لبلاد تقولوا ما تدخلش ان شاء الله راه قاتل ان شاء الله قاتل نديوه للعدل خلاص جاي قاتل اخويا عنده موندا داري اروح اش محمد هو البارح قال بلي الشرطه حتى وكيسمعوني وكذا ومنا كانوا معايا نورمال قال لك ما سرير ما نورمال داروا خدمتهم نورمال كي واش داروا لهم داروا خلاص بصح قال لهم انا ما فهمتش انا علاه يوليو يطلعوني في الطياره انا فرنسي يقول يرجع منين جيت سبحان الله العظيم سبحان الله العلي العظيم اسكو هكا نسيرو بلادنا هكذا نقولوا حنا بلي عندنا بلاد وحنا ورانا في الامم المتحده ورانا هي ويجيب لك وافير كيما هذه قلت ما تحترمش يا صاحبي دابور هذا صحفي ما تحترمش انت ليبرتي ديكسبريسيون هذه وحده ثانيه السيد جزائري تقول له ما تدخلش لبلادك يعني سي نابورت كوا سي نابورت كوا يا جماعه سي نابورت كوا جامي صرات هذه جامي صرات حتى ولو قدر قتل ضرب سرق منا نديوه للعداله بوان فينال ما كانش اكثر من هيك مي تمنع واحد يدخل لبلاده شي تكون كارثه والله غير شتي كاتاستروف انا الساعه كي سمعت بالقضيه قلت لهم محال كان كيما هكا امبوسيبل
امبوسيبل ما تسراش ما تسراش. يا شغل واحد جاي داخل دارو تقول له ما تدخلش. غدوة واحد يجي داخل دارو يسبك له بالضبط الدار تاعو وقال وين رايح لدار ما كانش ما كانش. حاول جاي داري اخويا علاش دارك ما تدخلش. مي سي با نورمال يا ناس يا مسؤولين. هو لهذا قلنا لكم يا ودي بدلوا ساعه بساعه. حاولوا روحوا خليوا الناس يجيو يسيروا البلاد من فضلكم. انتم غلبتوا عدتوا تهاوشوا ابن عمي غلبتوا فاتيغي سي ترو من 62 وانتم حاكمين من 62 يا جماعه اليوم انتم حاكمين. حبسي خليو يجيو ناس اخرين يا ابن عمي الناس اللي يجيو ويجيبونا ديمقراطيين يجيبونا الناس اللي يحبوا يديروا لنا ان بيي ديموكراتيك ان بيي كيما فرنسا ان بيي كيما الطليان ان بيي كيما الاسباني ان بيي كيما الامريكان كيما لا غروند بريطاني. انتوما يا ديروا لنا ان بيي ديكتاتوري ما اللي يهضر تلوحوه في الحبس ولا تجيبوا لنا ذباحين وحده منهم. هذا ما عندناش ما عندناش حاجه حل اخر ما عندناش حل اخر. اما دولة بوليسية ولا دولة عسكرية وإذا ما كانش جيبونا الذباحين. هذه هي اللي لازمنا هكا هكا كتبنا ربي حنا هكا كتب ربي الجزائر. يعني ما كانش النص الوسط خلاص ما كانش. أما جيبونا دولة بوليسية إذا ما كانش دولة بوليسية جيبوا تحرشوا علينا الإرهاب يجي يذبحنا. اسكو هكذا هذه هي هذا واش كتب ربي للشعب الجزائري المسكين. حاولوا يحبوا الديمقراطيين يجيو هما يسيروا البلاد نتاعهم يا خويا. وعندنا بزاف ديمقراطيين عندنا بزاف ديمقراطيين خليهم اخويا يجيو يديروا الدوله كما الدول كامل يحترموا القانون يا خويا. كل واحد اللي دار حاجه يتحاسب يروح للعداله. انسان خويا ما دار والو ما نحكموه ما نهضروا معاه ما والو ان شاء الله واش يكون. نحترموا القوانين نتاع الناس هنا يكون اي بورتون. حنا كنا الجزائر في وقت حتى في وقت بوتفليقه في وقت من علاش كان شويه ديباسمون مي نحترموا الناس نحترموا الناس والله العظيم غير الشرطه نتاعنا ولا الدرك الوطني ومنا والله والله غير يحترموا القانون اكثر من الفرنسيين واكثر من الاوروبية والله. يا سيدي تكون في فرنسا ولا تكون في بلجيك ولا منا يشوفوك في الليل ولا غير يحبسوك يتبعوك ويقول قال يا دروات هات الكوار تاعك وشوف الجزائر والله لا بوليس تاع الجزائر والله ما تحبسك والله ما تحبسك. يا سيدي سيتو اذا ما تتولى عندك اذا حلت فرو وجهدت منه ولا حاجه ما يحبسوك يقولك عطينا الكوار تاعك يشوفوك من هناك حلت فرو يجيوك الاخر يقولك في الامان يحترم القانون. مي دركا بن عمي صبحنا من نهار قايلهم صالح هذا دخل الدنيا في بعضها صبحت اليوم اللي يتكلم روحه في الحبس اللي جا روفو ليوه ما نهاوشو في الناس سي با بوسيبل سي با بوسيبل. ما عندناش الحق نرفو ليو انسان من بلادو ما عندناش حق نكفيسي واحد من بلادو ما عندناش حق. ما دوكا واحد ايماجينا دوكا خالد هذا كيف اسمه خالد هذا كي يقولوا نتاع لو شونتور هذا الشاب خالد هو راه عنده ناسيوناليتي ماروكان. ما لا غدوه لو كان يجي داخل البلاد قال ما نحبوكش وما تحبوش دارك ولا واش شريت انت الجزائر ولا نتاعك انت ولا يا كيما انت كيما هو ثاني يقولك ما نحبكش هو ثاني يقولك ما نحبكش انا عميه ما نحبكش ايه حتى تكون رئيس بعد ما نحبكش مالا كيف كيف كون رئيس ربي يبعث لك رئيس يوم انتخبوا عليك اخرين ديجا انا ما انتخبتش عليك خلاص انا ما صعبش بيك بوك هاي حتى تكون رئيس بعد انا ماش رئيس تاعي خلاص هاي هي ابن عمي ولد نزل قدام عثمان ولا شير يا خويا الشاب خالد يا خويا عنده ناسيوناليتي ماروكان مرته مغربيه جزائريه تونسيه ما جو فو دبر راسو دار حاجه يا خويا دار حاجه نديو هنا هذا سيد قال يحيى الملك تاع المغرب اي باي رايو يقول حتى يحيى الملك تاع الصهاينه وحنا واش دخلنا وين واش دخلني هو ليبرو وي ليبرو ولا هو واش هو واش لازم نعمرو حتى حنا قال قول تحيه الشاذلي ولا تحيه فلان سينو نديوك الحبس ولا يقول واش يحب الله يسهل عليه سو بروبليم يقول واش يظهر له مصح مروح مروح لبلادو جا قالك اعطيني قالك اديني لدارك جا قالك اعطيني دراهم جا قالك حتى يقولك اعطيني دراهم من حقه راه جزائري عنده الحق باش يقولك اعطيني عنده الحق باش يدي دار عنده الحق باش يدي كريدي كيما يديو الناس الكل سيتا نيجيريا عنده ناسيوناليتي ماروكان وعنده ناسيوناليتي بريتانيك وعنده ناسيوناليتي فرونسيز وعنده الله يسهل ومن بعد يبخي يبخي مالك عنده ناسيوناليتي هذو كنت تنحيو انت ناسيوناليتي ما عندكش حق ما تنجمش
ما تنجمش تنحيلو لا ناسيونتي تاعو دوريجين يا عباد ربي، ما تقدرش ما تقدرش. نزيدو نفهموكم مليح اللي عندهم رسالهم تاع حشاكم تاع رسال الكروش. احنا هنا في الجزائر يجينا واحد فرنسي نعطيولو ناسيونتي الجيريان، معليش زوج بجزائرية عنده حق نعطيولو ناسيونتي الجيريان. غدوة شوف واش دار نحيوها الفرنسية، نحيوها ونقولو خويا ربطو ما نحتاجوكش، ما تسناش ما تسناش، انت فرنسي دوريجين عطيناك ناسيونتي نتاعنا دوك نحبو نحيوها ما تسناش. بصح ما نجموش نحيو الواحد الجزائري يكون عنده حتى 50 ناسيونيتي، نحيو لوك الا ناسيونيتي تاعو دوريجين ما تنحاش، وما تنجموش نكسبيسيو ما نقدروش نكسبيسيو الا نبعثوه وين نبعثوه وين. كاين بلاد اللي كاين بلاد اللي تستقبل الناس اللي ما عندهمش ناسيونيتي، واحد ما عندوش كيما هذا الصحفي هذا عليلات فريد ما عندوش، عنده الا ناسيونيتي الجيريان نحيوها له. واش من ناسيونيتي نعطيو ولا نقول روح اطلب واحده اخرى اللي عطاو كذا، اذا ما عطاوكش تبقى هكاك ولا كيفاش؟ او ما تقدرش يا راجل ما تقدرش تنحي له ناسيونيتي، باش كنت عطيتها له باش تنحيها له دابور، باش كنت عطيتها له من جد الجد نتاعو هو وعنو جزائري، كيفاش تنحي له انت ناسيونيتي نتاعو؟ كيفاش من جد الجد نتاعو كيفاش تنحي له؟ تنحي له كان عطيتها له هذاك وي سي نورمال. هذا لو كان فريد عليلات هذا اكزومبل كانت عنده ناسيونيتي الجيريان ومن بعد راح دار ناسيونيتي فرونسيز وسامح فرونسيتي الجيريان صح، غادي نقولو هكا سامح فيها ما عندوش ناسيونيتي الجيريان عنده غير فرونسيز. غدوة يجي يدير طلب نعطيولو ناسيونيتي قال هاك باردوكري نعطيوها لك نعطيوها لك لو كان كيما يدير كيما عطيناها له كيما نحيوها وي حنا اللي عطيناها له باردوكري نديرولو ان اوتر دوكري ونحيوها خاطش حنا عطيناها له. ما يضر غير كيفاش كنت عطيتي له ما عطاها له لا انت لا بومدين لا الشادلي لا هو من بكري جزائري حتى ما تعطيلوش ناسيونيتي بعد حتى ما تعطيلوش الكارت هذاك هو جزائري. واش هي الخلوطه هذه واش هي الحقره هذه؟ انتوما داخلين بلي بوط نتاعكم داخلين ابن عمك في الزربيه، الزربيه كيما قال واحد نتاع سميرة هذيك المليحه انت تجيب لي بوط نتاعك معمر غرقه وداخل فيها ابن عمي ماشي هذا. أودي روحوا ترتاحوا على رواحكم، روحوا ترتاحوا يا مسؤولين، حنا كي نقول لكم روحوا ترتاحوا ماهوش باش نجيو حنا في بلايصكم، حنا رانا ما نجيوش 100,000 سنة، منا حتى كنت في الدنيا بعد ما نجيوش، راهو نقول لكم خليو الناس يجيو الناس الديموقراط، الناس اللي يعرفوا يسيروا اللي ما يجيوش يضربوا الناس اللي يا ولاد كاين كاين اخويا اللي ما عجبناش كل كلمة ما يجيش، كيفاش ما يجيش؟ يجي ربي كبير، سبحان الله. ربي يجيب الخير هذا المكان، نقول لكم تبوا على خير، أدوما إن شاء الله.